أعلنت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أنها ستسعى لخفض الأسعار والضرائب على الطبقة الوسطى الأمريكية، مشيرة إلى أن الانتخابات الحالية ستشكل نقطة تحول في الولايات المتحدة. وفي تصريحات لها ذكرت هاريس أن ترامب لديه وجهة نظر مختلفة تماما عن أجندتها، ما يشير إلى أن هناك رؤيتين مختلفتين لمستقبل أمريكا، ويجب على الناخبين أن يختاروا مستقبلهم. وذكرت أن حملتها اكتسبت زخما كبيرا وتركز الآن على المستقبل، داعية الجميع للتصويت قبل إغلاق مراكز الاقتراع.